مساء الخير، أرحب بزميلي رئيس وزراء ووزير خارجية الدولة الفلسطينية، وقد تحدثنا في العديد من المناسبات عبر التليفون عبر الهاتف. آخرها كان يوم الأربعاء الماضي، وقد حضر الاجتماعات كذلك وزراء الوفد الفلسطيني، وسنواصل هذه الاجتماعات مباشرة بعد هذا المؤتمر الصحفي للحديث بخصوص الوضع فلسطين في غزة وكذلك بالضفة الغربية. وكذلك سنتحدث عن الجهد التي تبذلها إسبانيا منذ عدة أشهر من أجل السلام في المنطقة. إسبانيا كانت واضحة في التنديد بهجمة حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، وكذلك طلبت بالإطلاق المشروط للمحتجزين. وإسبانيا كانت واضحة في المطالبة بوقف فوري وعاجل إطلاق النار وإدخال كل المساعدات اللازمة إلى داخل غزة، ولا أحد سيخيفنا ويؤثر علينا. ونواصل كذلك المطالبة بوقف إطلاق النار. لا يمكن أن نواصل التفرج على تنامي عدد الضحايا الفلسطينيين، أكثر من 35,000 قتيل، آلاف العائلات والأطفال خسروا كل شيء. حان الوقت لوقف إطلاق النار لتفادي كارثة إنسانية أخرى ستكون تداعياتها أكبر في رفح. والإجراءات المؤقتة أو التدابير المؤقتة من قبل محكمة العدل الدولية يجب أن يتم تطبيقها لوقف هذه المعاناة. وتحدثنا كذلك بخصوص المساندة لمنظمة الأونروا، وإسبانيا ليس فقط امتنعت عن التوقف عن مساعدة أونروا وخدماتها الأساسية والحيوية في غزة لخدمات الأساسية لأكثر من 6 مليون لاجئ في منطقة الشرق الأوسط، بل ضعفنا هذه المساعدة. وفي هذه السنة قدمنا قرابة 24 مليون يورو، وقد عمل على منوالنا العديد منذ الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ذلك ومنذ شهر نوفمبر ضاعفنا 3 مرات المساعدة إلى 50 مليون يورو في سنة 2023. تحدثنا كذلك بخصوص الضفة الغربية والدور المهم الذي تلعبه الدولة السلطة الفلسطينية وإسبانيا في نطاق جهود السلم والاستقرار. دعت إلى إقامة مؤتمر السلام من أجل حل الدولتين، وتلقينا أكثر من موافقة أكثر من 90 دولة. إسبانيا ستعترف يوم الثلاثاء القادم 28 مايو، ستقر الاعتراف بدولة فلسطين، وبذلك تنضم إلى 135 دولة قررت ذلك، ومع شركائنا في أوروبا مثل النرويج وإيرلندا نؤمن بأن الطريق الوحيد من أجل مستقبل آمن ومستقر هو إقامة حل الدولتين. الشعب الفلسطيني لديه الحق في أن يكون لديه دولة مثل إسرائيل، وتتعايش الدولتان في كنف الأمن والسلام وحسن الجوار. الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو إقامة العدالة للشعب الفلسطيني، وهو الضمان الأفضل لأمن إسرائيل، وهو كذلك ضروري للوصول إلى سلام في المنطقة. واليوم سيكون لدينا العديد من الاجتماعات المهمة مع شركائنا الأوروبيين والعرب من أجل مواصلة العمل مع بعضنا البعض
الماضي لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الدولتين، وإسبانيا ستواصل العمل من أجل السلم والاستقرار والأمن والرفاه في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. عزيزي محمد، أنت تعلم بأنه بإمكانك التعويل على مساندة إسبانيا للسلطة الفلسطينية. أنت شريكنا من أجل السلام لتحقيق هذه الأهداف التي نتطلع عليها، وستكون الممثل الشرعي لدولة فلسطين التي تعترف بها وستؤكد هذا الاعتراف يوم 28 مايو، وسنعاملك بالمثل.